السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمناكم تكونوا على خير يا ربي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الروتين اللي مسائي. ما كنتش غادي نصور صراحه اليوم، قلت علاش لا ما نشاركش مع البنات. سد الربع اللي كيقطر، علاش ما نشاركش مع البنات اليوم هذا الروتين، هذا واحد الروتين مسائي. غادي نبداو ان شاء الله. غادي نبدا معكم اول حاجه بواحد التقديه، كنتقدي هنا غير شي تقديه خفيفه غنشارك معكم. غندير معكم البنات اليوم واحد البيتزا بالدجاج. غادي نجيب الدجاج باش عاد تفكرتو. غادي نجيب الدجاج من عندي الصدر ديال الدجاج، ها هو جبتو باش يديكونجلا باش هكا نقادو ليه البيتزا. شنو صافي، غنبدا معكم البنات. اول حاجه خديت هي خديت هاد الحليب هذا. الناس بزاف تيقولوا، كنشوف هكا في لي كومونتير تيقولوا بلي هاد الحليب ماشي صحي ولا ورا مثلا اي حاجه كنشريوها وما كنعرفوا باش كتخدم، راه كلها راه في الشك. المهم خديت هاد الحليب هذا وهاد لا كريم باتيسير. الصراحه هاد الحجم هذا اقتصادي وزوين. هذا فيه 600 غرام، ها هي البنات، فيه 600 غرام واقتصادية تقريبا كدير 13 درهم 14 درهم، من 13 فاصله شي حاجه، اما 13 اونص اما 14 درهم، اقتصاديه وكبيره. هانتوما البنات الحجم ديالها كبير. هنا خديت هاد الفرماج هذا تقريبا دير شي 41 درهم. وخديت هنا شكون اللي مدمنه البنات على هاد النوع هذا ديال الشوكولات، ادمان. وخديت غير واحد لاصوص ديال البيتزا. كيما ما صراحه ما كانش عندي الوقت هاد العشيه باش نصاوبها، قلت غير خديتها غير هكا من الحانوت. غادي مازال ان شاء الله نحط معكم بيتزا، نحط معكم صلصه ديال البيتزا. وهنا خديت، سمحوا لي البنات نشوفوا شنو واقع. خديت البنات هاد البابي بان هذا، غادي نبدل ان شاء الله معكم هذا حيت صافي كله مشى. هانتوما البنات كله تقشر، غادي نبدل معكم. خديت هذا صراحه ما لقيتش شي لون ديال الكوزينه، كنت بغيت ناخذ شي لون يكون هكا مفتوح ولا فيه شي حاجه ديال الكوزينه، ما بقيتش كاع عاقله فين وصلت. المهم البنات كيما قلت لكم كنت بغيت ناخذ شي حاجه اللي عندها شي حاجه هكا بالكوزينه، ولكن ما لقيتش. خديت غير هادو راه ماشي ديال الكوزينه، غير انا حيت قلت لكم ديجا عندي واحد المشكل هنايا ملي غنحيد هذا، راه غنحيدو معكم وغنوريكم الطريقه كيفاش تلصقوا. عندي واحد المشكل في عندي واحد هاد الجهه كلها عندي فيها جليج، وهاد الجهه عندي فيها واحد الطرف ديال الجليج، داكشي علاش ما بغيتش نخليها هكا كل جهه منقمت كندير ليها هذا. فهاد الشيء اللي كاين. وهنايا هنا بدات خديت هادو، خديت هادو البنات. شكون اللي حيت هاد الصباح هذا كنت مشيت لسوق الحد، ها نتوما البنات شكون اللي باقي ما خداتش بحال هادو. شوفوا هادو 30 درهم البنات، الثمن ديالهم راه معروف. حتى انا خديت وحده صراحه كنت لبستها ما صورتهاش معكم، الكبيره ب 50 درهم وهاد الصغار 30 درهم. كاينه هادي خديتها للجي، وهادي خديتها الملاك، وهذه خديتها لنور الهدى. صافي البنات، وكنت حتى مشيت للبال تلاقيت خديت لليوجين هذا الشورت هذا. صراحه البنات واعر هذا الشورت ومازال جديد، صراحه لبسه زوينه. وخديت لها مع هذا، هذا البنات لاماخ ديالو ها هي بريمارك، هاد لاماخ هادي راه معروفه. هانتوما انا نوريكم كيفاش جا في اللبسه. هانتوما البنات كيجي بحال هكا، كتجي لبسه بحال هكا، شتو كتجي لبسه فنه والشويرت زوين زوين بزاف بزاف، عجبني هذا وباقي جديد. هانتوما خديت ليها هاد الكسيوة اليوم صراحة، الزهر ديال الوجه هي اللي لقيت ليها حويجات، خديت ليها الكسيوة هادي.
هانتوما البنات، هاد الكسيوه فنه حتى هي زوينه بزاف، عتي في اللبسه كتجي غزاله وصيفيه، كميمات ديالها كيجيو بحال هكا. وعندها هذا حزين كيتحزن اللون. هانتوما صافي، هادشي اللي كاين البنات. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نصايبو البيتزا، فهانتوما معايا. واول حاجه ان شاء الله غنبدا معكم بها هي البيتزا. فالبيتزا هاد البيتزا البنات كتجي زوينه بزاف بزاف بزاف. وهاد العجينه هي المعتمده عندي، عندي 300 غرام ديال الفورس الخاص بالحلويات، وعندي واحد الكاس ديال القمح، وعندي رشيشه ديال الزعتر مليحه، وغادي نزيد واحد المعلقه ديال الخميره، ومعلقه ديال الحليب غبره. هذا الحليب غبره كيعطيها واحد القوام اللي زوين بزاف بزاف. وغادي نزيد زيت بلديه ونجمعها بالماء دافي. البنات غتسمعوا الصياح ديال الحواله فرات ما كتعرفوا، دابا راه العيد قرب وتقريبا اغلب الناس بدات كتشري من دابا. فعواشركم مبروك، تعيدوا وتعاودوا باش ما كتمنوا ان شاء الله. صافي هنا هانتوما كما كتشوفوا بديت كنعجن عادي بالماء دافي، ما يكونش سخون بزاف، غير دافي وصافي. صافي وهنايا هانتوما راه ما كندلكها ما حتى شي حاجه، راه فيها زيت بلديه، فيها داك الحليب غبره، راه هادو كيعطيوها واحد القوام اللي زوين. هانتوما هنا راه خليتها شويه متلوقه. صافي غادي ندهنها بواحد الزويته بلديه كما شفتوا من الفوق، غير باش ملي تسخمر ما تلصقش ليا في داك البانيو. صافي وغادي نغطيها ونخليها على جنب. ها انتم كما كتشوفوا تندير شويه حتى في التحت ديال العجينه. صافي انا كنوريكم الفرماج جبته من الفريغو. وهنايا دست باش نقطع دست الحشو. هنا راه عندي هذه فلفله خضراء، نتوما الا عندكم الوان غيكون احسن، غتعطيكم واحد النظر اللي زوين البيتزا ديالكم. انا هنا قطعتها شرائح، الا بغيتو تقطعوها مربعات يعني الشكل كيرجع ليكم نتوما اللي بغيتو. تما راه درتها في مقيله وصافي وخليتها كتشحر. وهنا دزت باش نقطع البصله حتى هي رقيقه هانتوما كما كتشوفوا، وغادي نشحرها في نفس المقيله اللي شحرت فيها الفلفله. كنزيد غير زويته وشويه ديال المليحه وشويه ديال البزار، صافي نخليها تشحر. هنا دزت باش نصاوب باش نحك معكم الفرماج. هانتوما البنات الطريقه اللي كنت شاركت معكم كنحتفظوا بها في الفرماج، كيبقى واحد الفرماج اللي زوين بزاف بزاف. عرفتي البنات هاد الفرماج هذا من رمضان هو عندي في الفريغو، هانتوما راه باقي زوين، ما وقعت ليه حتى شي حاجه، يعني هذيك الطريقه اللي بغيتو تعتمدوها. هنا صافي راه داك بصيله، صافي هذه فلفله صافي تشحرات، هانتوما دبالس مزيان، ضروري انكم تخليوها حتى طيب مزيان. وهنا ديك البصله حتى هي راه خليتها حتى تعسلات هانتوما، باش ملي تكونوا كتاكلوا في البيتزا ديالكم ما تبقاوش تحسوا بديك البصله خضراء، خلوها حتى تشحر. هانتوما كما كتشوفوا انا راه المكونات بديت كنقاد، من الاحسن هانتوما شوفوا الطريقه اللي خدمت بها. انني حطيت كلشي في طبسيل واحد. هنا بالنسبه للدجاج انا خديته غادي نقطعو هكا ستيك. هانتوما خديت الصدر ديال الدجاج. هاد الطريقه كتجي زوينه، كتجي اكثر من رائعه البنات، غير جربوها وردوا عليا. انا حاطه معكم بالكفته بالطون يعني بزاف. هنا هانتوما كما كتشوفوا خديت داك الدجاج درته في المقله. هانتوما من الاحسن تكون شي مقيله هكا ما كتلصقش، وغادي غيجي كيجي واحد المذاق زوين. عرفتي البنات كيجي بحال المذاق ديال الشاورما. درت ليه مليحه وشويه البزار، وغادي ندي فوق البوطه، وغنزيد حتى شويه ديال الزيت البنات، حتى شويه ديال الزيت ضروري. غير هنا ما صورتوش معكم انا فاش درته فوق البوطه، راه زدت شويه ديال الزيت. صافي وغادي ندي فوق البوطه ونبقى نقلب فيه مزيان حتى يتحمر من الجوايه بجوج ويطيب مزيان. اصلا الدجاج راه دغيا كيطيب هانتوما، دغيا طاب ما كياخذ لا وقت لا والو. هنايا راني خديت فرشيطه وموس حيت كان مازال سخون. الطريقه هذه يعني سريعه ودغيا دغيا كتقطعوا الدجاج ديالكم هانتوما. صافي هنا من بعد ما ساليت الدجاج كله
بديت كان هانتوما شفتوا الطريقه البنات اللي كنخدم بها، يعني اي حاجه خديت طبسيل حطيته حدايا، واي حاجه كان نحطها هكا في الطبيسيل وصافي، وكيبقى عندي الكوزينه مجموعه ومطرفه. هنا رجعت للعجينه بعد ما ساليت الحشو وصافي وجدته وحطيته، دزت العجينه. هنا كنت باغا ندير ثلاثه ولكن جيت جاوني ما غاديش ما غاديش تجيني هي هذيك. صافي ديك 300 غرام ديال الفورس وواحد الكاس العنبه ديال القمح، غتعطيكم جوج ديال البيتزات، يعني جوج بيتزات غادي يجوكم هما هذوك مغلاض مرقاق ما حتى شي حاجه، غادي يجو مزيانين. هنا صافي هانتوما خديت هنا شويه ديال القمح وشويه ديال الفورس، خلطتهم مزيان وهما باش غادي نقرص. يعني من الاحسن انكم ديروا القمح اولا حتى السميده الرقيقه حتى هي كتجيب البيتزا مسمده وزوينه. الا لاحظتوا البنات في الطريقه اللي كنقرص بها العجينه، انا ما تنقرصش نهائيا بالكف ديال يدي، هانتوما غير بالصباع، يعني غير بصباعكم كتبقاو بحال هكا كتوركوا في الوسط ديال العجينه وكتدفعوا العجينه. هاد الطريقه البنات هي اللي كتجيب البيتزا زوينه، وهذا وداك القوام وداك ملي كتهزوه هكا كتجي طايحه، راه هذا هو السر ديالها. ما عمركم ما تقرصوش بيدكم، قرصوا بالصبع ديال يدكم ماشي بالكف. انا خديت واحد الطاوه فرشت فيها بابي كويسون، المهم غير حطيتو صافي باش ما تلصقش، وما كنظنش انا غادي تلصق. صافي هنا خديت واحد الفرشيطه، انا ما غاديش نطيبو لاباط يعني العجينه ديالنا نصطيبو ولا شي حاجه، نيشان غادي نطيبوها وراه ما كتجيش معجنه نهائيا. والله البنات الا كتجي فنه هاد البيتزا هذه، غير جربوها. صافي غادي نبدا باش نبدا في الحشو، غادي نبدا معكم ان شاء الله. اول حاجه غادي نجيب ديك الصلصه ديال البيتزا. انا غادي نحط معكم صراحه ما عمرني ما حطيت معكم الصلصه ديال البيتزا في قناه، يعني ما كايناش كاع، واخا انا كنصوبها غير كنصوبها مزروبه وصافي. هنا غادي نعمر مزيان ديك العجينه ديالي كما كتشوفوا، وغادي نبدا في الحشو. هنايا غادي ندير واحد الرشيشه ديال الفرماج، هانتوما كما شفتوا رشيشه ديال الفرماج هي الاولى، عاد غادي نبدا كنزيد ديك فلفله. هانتوما هاد الحشو هذا غادي نقسموه على جوج، يعني ديك البصله وفلفله وداك الدجاج وداك الدجاج. البنات عاتي غير جربوا هاد الطريقه هذه، قلت لكم تيجي فيه المذاق ديال الشاورما، كيجي زوين بزاف بزاف. البصله هانتوما كما كتشوفوا مشحره زوينه كتجي، غير عطيوها الوقت ديالها وخليوها غير في داك الزويته. انا راه صوبت هذا قليتها في الزيت اللي شاط ليا من الفلفله. صافي غادي نزيد واحد الكميه، ومن بعد غادي نزيد كميه ديال الدجاج. داك الدجاج هانتوما كما كتشوفوا قطعته شرائح. صافي غادي ندير شويه لهادي وشويه نخليه البيتزا الاخرى، هانتوما كما شفتوا. والفرماج ما غاديش ندير دابا البنات، الفرماج غادي نحك عليها غير شويه ديال الزعتر، والفرماج غادي نخليها حتى طيب ونخرجها مازال سخونه، عاد غادي نزيد عليها الفرماج. هكا كيذوب وتيجي باين وما كيتحرق ما حتى شي حاجه. صافي هانتوما الفران راه شعلت ليه مزيان، يعني خليته سخن مزيان مزيان. يعني البيتزا ديالكم الا بغيتوها تجي زوينه والعجينه تجي زوينه، ديما الفران يكون سخون. هنا صافي ملي طابت خرجتها وزدت عليه هذاك الفرماج هانتوما، وإلا كان فرماج ديال الموتزاريلا اكيد غادي تجي شي حاجه اللي احسن من ديال الزنقه. انا كنأكد لكم البنات ان هاد البيتزا هادي كتجي نقولوا بحال ديال الزنقه في المنظر وفي المذاق وفي كلشي، ولكن الحاجه اللي كنكونوا مصايبينها في الدار راه ماشي بحال، يعني عارفين شنو دايرين فيها وكتطلع اقتصاديه. هاد البيتزا هادي هاد جوج الا بغينا نخرجوا لبرا ونشريوهم اكيد راه غتشريوهم بواحد الثمن اللي كنعرفوا ان يعني غير بيتزا غير ديال الفرماج راه كتبدا من 25 درهم 30 درهم للفوق، هادي فيها غير الفرماج بوحدو ما كتكون فيها كاع بحال هادشي اللي كنديرو حنا في الدار. فانتوما البنات كتجي كتجي واعره صراحه. كنت حطيتها البنات قبل ما نبارطاجيها معكم هنايا، كنت حطيتها في ستوري ديالي. صراحه بزاف ديال البنات عجباتهم، والبنات هكا ديال العائله وهذا كلشي عجباتهم وكلشي طلبوا ليا الوصفه ديالها. قلت لهم صافي انا غادي نحطها ان شاء الله في القناه باش تشوفوا الطريقه مبسطه. هانتوما البنات
كتجي زوينه رائعه، فغير جربوها، اكيد ما غاديش ندموا عليها. فدائما معايا من غير الاشياء الحويجات اللي بساطين واقتصاديين. صافي، هنا دزنا لواحد الكيكه كيكه ديال المول العجيب، كتجي واحد الكيكه اللي هي زوينه بزاف بزاف بزاف. اليوم الصراحه خصكم حداكت، ما كاين غير غير الشهيوات. المهم درت ثلاثه ديال البيضات، البيض كما تنقول لكم دائما خرجوه من الثلاجه على تساع. زدت واحد الفاني، هنا زدت مليحه. صافي، هانتوما شتو ملي كتخرجوا البيض ديالكم دغيا دغيا، ما كيطلبش شي مجهود، غتبقاي عاد ضربي وتسني حتى يسخن وعاد يبدا. ف من الاحسن انكم جبتو كما قلت لكم على تساع. هنا كما كتشوفوا راني كنعبر في السنيده، عبرت كاس الاول، غادي ندير كاس اربع. يعني هاد المقادير هادو، كاس اربع ديال ثلاث البيضات، فاني، مليحه، كاس اربع ديال السنيده، وخليت نفس الكاس البنات الا شفتوا غادي نعبر به الزيت. فما كاينلاش نرونوا علينا ونبداو قوه الكيسان وقوه الروين. فهاد الطريقه هذه اللي كنخدم بها الناس، انا كنحاول ما امكن انني ما نديرش الروينه. ولا كتلاحظوا معايا انا دائما راه كنخدم وكننسح يعني البوطاجي ونمسح هنا ونطرف هنا، يعني كنبغي انني نسالي وميم طون كلشي يبقى عندي مقاد. هنايا راني كنزيد الزيت، ها نتوما هالكاس الاول كاس اربع، حيت انا عندي داك المول شويه كبير. اما الا كان عندكم المول ديالكم صغير فغتكتفيو غير بكاس واحد، يعني كاس السنيده وكاس ديال الزيت. انا عندي كبير، يعني هاد المقادير اللي كندير يلاه كيجيني كتجيني فداك المول هي هذيك. انا غادي نزيد نخلط البنات، ومن بعد غادي نزيد داك الكاس ديال اليوغورت ديال الفاني. صافي، وغادي نعاود نخلط البنات. هاد المرحله هذه قبل كان عليا نزيد واحد الكاس ديال الماء، يعني في المرحله الاولى غير كنت نسيسو. من بعد ممكن ماشي مشكل، واخا تزدتو في هاد المرحله دي يعني جا عادي. انتم الماء عادي من الروبيني ديالكم عادي تخويو كاس عتي. الماء كيعطي الكيك البنات واحد الخفه وواحد الهشاشه، كيجي زوين، كيجي اكثر من رائع. هنايا عندي جوج ديال الخمارات، وعندي الدقيق على حسب الخليط، يعني على حسب البيض ديالكم الصغير ولا كبير على حسب. مهم انا هنا بقيت كنزيد حتى كتحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون متماسك، الخليط العادي ديال الكيك اليومي العادي ديالكم، يعني ما كيما كاين فاش تلفوا يعني عادي. هنا راه زدوك جوج خمارات الدقيق، راه انا عندي مغربل، هذاك كان عندي الدقيق اصلا مغربل في هذاك البانيو، مغربل ومعاود. يعني راه ديما تنقول لكم البنات الكيك ديالكم الا بغيتوه يجي زوين غربلو، الا بغيتوه كيجي يجي طالع غربلو وعاودو. ها نتوما خصكم راه كتشقى كطيب وفي نفس الوقت الميناج. هنا خديت داك المول العجيب، دهنتو بالزبده، خديت واحد طريفه ديال الزبده. بحال هاد الانواع هادو ديال الكيكه البنات كيجيو هشاشين، من الافضل انكم تدهنوا المول ديالكم بالزبده. كنعرفوا ان الزبده ما كتخليش الكيك يلتصق نهائيا. انا خديت واحد طريفه ماشي بزاف، دهنت بها المول ديالي مزيان، غادي نغبرو عاوتاني بالدقيق مزيان. صافي، وغادي نخوي الخليط من اول. الخليط البنات دائما هزو هزو الفوق عاد خويو. هاد الطريقه هذه كتخلي ان هذا الكيك ديالنا يعني كتدخل ليه اكبر كميه من الهواء، يعني قد ما دخل ليه الهواء قد ما كتجي الكيكه ديالنا منفوخه وطالعه. الفران كيف ما العاده، انا عندي الفران ديال الغاز كنخليه بارد وكنشعل غير من التحت، كندخل الكيكه كنخليها حتى كتطلع وكتبدا كنشوف ديك الحموريه طالعه من الجناب، عاد كنشعل ليها من الفوق. وكل سيده على حسب الفرن ديالها. انا كما قلت لكم عندي الفرن ديال الغاز. ها نتوما البنات كما شفتوا الكيكه هي طابت تحمرات، جات فنه زوينه، جات رطبه بزاف بزاف. هانتوما غير الاضاءه شويه، حيت كما قلت لكم صورت معاكم في العشيه، اما هي راها محمره وزوينه طيبه مزيان. شي ملي كنطلع هكا حداكم في الكاميرا كتبان محمره، غير ملي كنهبطها كيضرب في هذاك الفلاش ديال التليفون كتجي شويه كتبان بحال صفراء، اما هي راه محمره وطيبه. بالنسبه لديك الكريمه اللي غادي نديرو في الكيكه ديالنا، انا خديت نص طرو ديال الحليب، ثلاثه المعالق ديال السنيده، وواحد الفاني، وثلاثه المعالق ديال لا كريم باتيسير. انا كنفضل
لا كريم باتيسيير على النشا، يعني النشا غادي تعقد لكم داك الخليط، غيجي عاقد، غيجي كيبان في المنظر زوين ولكن في المذاق راه ما غاديش تجي زوينه. فمن الاحسن انكم ديروا هاد لا كريم باتيسيير. غادي ندير 3 كما شفتوا، وهاد انا نكهت بالفاني. من الاحسن الا عندكم شي نكهه ديال الليمون او اي نكهه كتفضلوا انكم ديروها فديروها، راه كتجي كتجي زوينه في هاد الكيك هذا. ها انتم البنات هنا كما كتشوفوا ديت داك الخليط فوق العافيه حتى اختار مزيان عندي، وغادي نجي نخويه فوق الكيك. ها انتم يعني ديك الكميه ديال السترو راه تجي سترو الحليب تجي هي هذيك كتجي يلا كتعمرنا داك الفراغ اللي كاين في هذاك الكيكه ديالنا. صافي غادي نحاول انني نخوي كل شيء داك الخليط ونخليها حتى تبرد. الزين راه كيبقى اختياري كل سيده داكشي اللي متوفر عندك في الدار، ممكن تحكي عليها شويه الشكلاط، ممكن انك تخليها بحال هكا فراه بحال بحال. هانتوما كما كتشوفوا يعني جات واحد الكيكه اللي زوينه بزاف بزاف، وخصوصا انا داك الخليط كيبرد داك كيجي بحال الفلون كيجي زوين. انا خلطته هنايا، انا خلطتها انا زينتها زينتها هنايا بهاد الحبيبات ديال الشكلاط كما شفتوا، كيعطيوها واحد المنظر اللي زوين. وغادي نقسم معاكم واحد الطريف باش تشوفوها كيفاش كتجي. هانتوما البنات فهاد الكيكه هادي زوينه بارده، هذا هو وقتها النيس البنات. بعض المرات كان بحال هكا غير العشاء كنكون ما دايره شي حاجه، فكان هادي معها عويصر فكنظن انها كافيه وخفيفه. هانتوما البنات كتجي فن هاد الكيكه هادي، كتجي رائعه. هنا كنقربها لكم كما قلت لكم غير على حسب الاضاءه وصافي. ومن بعد غادي ندوز باش غادي نصاوب واحد العصير. هنا كما كتشوفوا انا الديسير ما كنغسلوش، المهم اغلبيه ما كنغسلش الديسير، كناخذو كنمسحو بحال هكا وكنديرو في شبيكه صافي وكنحطو في الثلاجه. فاش اي حاجه احتاجيتها كنجبدها وتنديرها في واحد البيني وكنخوي عليها الماء وكنخليها حتى كتطلق داك التراب كامل اللي فيها، عاد كن يعني عاد كنغسلها ونعاود ضروري. هنايا كما كتشوفوا راه خديت داكشي، انتما خديت داكشي اللي اللي احتاجيت للعصير هو اللي غسلت، هذا غسلته مزيان داك الخوخ. الا لاحظتوا البنات انا كندير الخوخ بالقشره ديالو، غير المهم غسلو وعاودو 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 صافي. داك القشره ديالو تتختر العصير كتعطيه واحد حتى المنظر، حتى المنظر كيجي دوك القشور فيه كيجي زوين. هنا البنات هانتوما العصير اللي درت الصراحه درتو بالحليب، انا مثلا نحاول اني نتجنب اني ندير العصير بالحليب، فاما ديروه مع الماء او العصير ديال الليمون. اما الحليب راه كما لما سمعنا انه عصير بالحليب ما ماشي صحي. صافي هنا كما كتشوفوا درت العصير ديالي كيطحن، عصير البنات راه جا هذا العصير زوين، عرفتي جا بحال داك داك عصير اللي كنشريوه بخمسة دراهم، جا بحال هذاك تماما، جا خاسر وجا بنين كثر منه كاع وراح كيما بدون مواد حافظه ومصيب في الدار وعلى اليد. صافي هانتوما كما كتشوفوا، فغير جربوا هاد الكيكه والبيتزا والعصير اللي صاوبت معكم اليوم، ف راه كيجو شي حاجه اللي زوينه وسهله. هانتوما كما كتشوفوا القوام ديالو خاتر. وهنا البنات جيت نشارك معاكم، جيت باش نبدل هذاك البابي بان ديال 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 الكوزينه مع كنت ديما كنشارك معكم الصراحه هذا فاش كنبغي نبدلو، واخا هاد الورق هذا ما عنده حتى شي علاقه بالمطبخ، انا ديما تنقولها وتنعاودها غير بالنسبه للبنات اللي كيسولوني تنقول لكم بلي هذا اصلا ماشي الكوزينه، يعني هذا البيوت الناس ماشي الكوزينه. ولكن انا ملي كنمشي نشري ما كنتلاقاش شي واحد عنده شي حاجه عندها علاقه بالكوزينه، فهاد الشيء اللي كاين يعني كنتلاقى اما هادو سامبل اما بحال هذا اللي وريتكم دابا في الاول، يعني غير دير بحال داك الشيء ديال تحجرت حتى هو تيكون كما قلت لكم اما في وسط الدار اما في بيوت الناس اما صافي. انا غير حيت قلت لكم عندي واحد المشكل، عندي مشكل في الجليج، اما انا راه ما اصلا ما نديروش، انا من احسن ليا الجليج نبقى نغسلو ونخوي عليه الماء و فهمتي ما هذا
هاد البابي هذا كيخليك شويه تبقاي ديما رده البال باش ما يطرش عليه الماء باش ما يخسرش بال. هذا هاد النوعيه اللي خديت هاد المره البنات ما عرفتش علاش لصقات ليا في الحيط. النوعيه اللي كنت واخده قبل صراحه كنت غير كنجر كتحيد، هذا شوفوا يعني كان نجر كتحيد لي داك الكحل الفوقاني كتبقى لي ديك اللصقه البيضاء، يعني خدا معايا شويه ديال الوقت باش تحيد. ولكن ها نتوما شفتوا غير شويه ديال الخاطر، راه ما كيلصقش زعما ولا تحكو ولا شي حاجه، لا راه دغيا ها نتوما. اولا الا كاع لصق ليكم غير هو نصيحه للناس ما ديروش في شي بلاصه فيها الصباغه. الا درتوه في شي بلاصه فيها الصباغه غادي غير النهار اللي تبغي تبدلوه غتحيدوه الصباغه ديالو، يعني يكونوا على يقين مادام ما كيصلحش ديروه منه الحيط. ضروري انكم اسمحوا لي البنات انكم ديروه في الجليج، اولا كاع الا سقات لكم شي بلاصه ومبغاتش تحيد غادي تمش غادي تاخذوا داك البرودوي ديال اللي كنغسلوا به الفران ولا البوطه وهذا، غتخويو شويه وتخليوه حتى يرطب وغتهزوا داك الجيكس الغليظ وتلبسوا الصباعيات ديالكم باش هكا يديكم ما يتجرحوش صافي وتحكوه. انا غير كنقول لكم الا لصق، اما هانتوما كما كتشوفوا انا راه غير خصني كنقلب على داك الطريف اللي غنقلع به شتو، اما هو راه دغيا كيتحيد. المهم غير قلت زعما علاش لا نبدل من الديكور في هاد العيد هذا. انتوما انا راه حيدت هنا كلشي زعما بقيت مقاتله معاه دغيا حيدته، ما خداش مني الوقت بزاف شويه وصافي. هنا راه خديت واحد السويف ومسحت داك الجليج مزيان، هو هاد الورق هذا ما خصوش يتلاقى مع الماء نهائي، يتلاقى مع الماء غيبقى بحال كيتنفخ ليكم. خاص الحيط اللي غادي تلصقوا فيه هاد البابي هذا يكون ناشف، يعني ما يكون فيه حتى شي حاجه. صافي انا راه بديت حطيت المقص وحطيت كلشي باش غادي نبدا كنعبر. ها نتوما البنات يعني انا كنعبر بجهه بجهه، الجهه الاولى ها نتوما يعني تشدي الفوق. المهم كل اخت على حسب البلاصه اللي بغات تلصق فيها هاد البابي هذا. انا كنقطع تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال الاشرطه باش هكا ما نبقاش كل ساعه نقلب نقطع وكنشد الحساب. هانتوما كيما شفتوا والطريقه ديالو راه ساهله، حسي يعني سهل منها ما كاين، غير كتبغي شويه ديال التركيز شويه ديال الخاطر، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وانا راه البنات راه ما كنبدل هاد البابي على شحال، راه كنقدر نبقى حتى العام عاد كنبدلو. المهم تيبدا كيتقاس بالماء من التحت كيبدا كيتقشر، ولكن على واحد المده، يعني واحد المده اللي طويله. هانتوما كيما شفتوا هنا غادي نبدا اختكم راه الضفار والو. ما عرفتش البنات انا عندي حساسيه من الضفار، الا لاحظتوها ما كنحملش نخلي ضفاري طوالو، يعني الصراحه هذه فيا قاعده دائما ضفاري خصني نحيدهم، وكنلقى مشكل كاين شي حوايج كتحتاجي فيهم الضفار وما كتلقايش. المهم كل واحد وعلاش تعود وصافي. نتوما البنات الطريقه كي دايره كتلصقوا الفوق وكتبداو كتخرجوا الهواء، يعني ها نتوما شو نتوما كتحيدوا داك الغلاف التحتاني وانتوما في نفس الوقت كتنزلوا وكتخرجوا داك الهواء. ضروري تخرجوا الهواء، الا ما خرجتوش راه غيتكمش عندكم وغادي يعطيكم واحد الديكور اللي خايب. هانتوما البنات وضروري الا بانت لكم شي بليصه بحال منفوخه ولا معوجه غير ضربوا عليها بحال هكا وسرحوا صافي، وراه غادي تقاد. هانتوما البنات غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل كاع داك. صراحة غير قلت بما اننا فهاد العواشر ان شاء الله، وكنبغي انا دائما سبحان الله العظيم في الاعياد كنبغي انني نبدل شي حاجه في الدار في الكوزينه في شي في اي بلاصه كنبغي نبدل. هكا الانسان حتى كيدخل بواحد النفسيه جديده واحد. هانتوما هنا راني طلعت فوق البوطاجي حيت ما كاينش كيفاش ندير بعيد عليا بزاف، وهكا كنتحكم فيه شتو البنات هكا كنتحكم فيه مزيان ملي كيكون قريب لعندي. هانتوما هادي راه صوبتها مزيان صراحه، هادي ديال هاد الجنب صوبتها مزيان ما تكمشات ما حتى شي حاجه، غير كنت كنلقى مشكل بالنسبه للبلايص اللي ما تيتكونش قادني فيهم داك الشريط اللي
اللي قطعت داك اللي كيخصني نقص هو اللي كنلقى فيه واحد المشكل، ماشي مشكل غير مساله وقت. واي حاجه راه كتبغي غير الخاطر الانسان، غير شويه ديال الخاطر، واكيد في الاخر ملي غتلقاي كلشي مصايب راه غادي يعجبك الحال. كما تنقول لكم دائما الانسان عاوتاني على حسب الذوق، راه كاين بحال دابا انا هذا كما تنقول لكم انا الحاجه اللي كنكون مقتنعه بها وعجباني راه تنقولها لكم، شي حوايج اللي كنكون دايراهم الغرض واحد اخر راه يعني راه كنقولها لكم. بحال دابا انا حيت عندي مشكل هنا في البوطاجي في هذاك الجليج، انا صافي راه بديت كنرد في ديك الشبكه ديال الماعن شي بهذا الشيء بالزوينه. هاد الشبكه هادي كتقدري تحيديها وترديها بكل سهوله، انا راه كنت غسلتها حتى هي، انا ما كانتش قدات عندي وحيدتها وعاود رديتها. فصافي البنات هذا الشيء اللي كاين، هذا هو الفيديو ديال اليوم، شاركته معكم كيف ما هو. كنتمنى الى عجبكم ما تنساونيش من لي لايك، وما تنساونيش من البارطاج، وما تنساونيش من لي كومونتير الزوينين بحالكم اكيد. يلا البنات تهلاو ليا في ريسكم الفيديو اخر ان شاء الله.